عليكم، كيفكم، شو اخباركم؟ في بعض من الشباب لسه عم يطلبوا المواويل وخصوصي على البيات. اليوم رح نحكي عن فرع من المواويل او بلد من هالبلدان العربيه. رح نحكي عن الموال العراقي، تمام، ورح نحكي عن السوري، ورح نحكي عن المصري، ورح نحكي ان شاء الله عن التركي والمغربي. يعني رح نعملهم هيك كل كم يوم بنزلنا درس. اليوم رح نحكي عن الروح العراقيه بالموال. شوفوا الموال يعني البيات نفسه، كان بيات ولا حجاز ولا هو نفس المقام، بس الروح بتختلف من دولة لدولة، ونفس الدولة كمان فيها، يعني حتى بالعراق في أطوار عراقية ريفية بتختلف كليا، مع أنه نفس التشريق ونفس المفاتيح، لكن طريقة الأداء بتختلف حسب اللون اللي ما عم يغني فيه المطرب أو على أي طور. يعني بيقول لك أنا بدي الطور مثلا الحياوي، الحياوي غير البيات الصول العادي، غير السويحلي، تمام؟ بسوريا بيقول لك انا بدي شرقاوي، بيقول لك بدي سويحلي، بيقول لك بدي، في المواويل الطربيه بتختلف عن المواويل الشعبيه، تمام. طيب اليوم رح نحكي عن الروح العراقيه بالعزف، كيف بيحطوا نكهتهم العراقيه، بس بشكل عام رح نحكي، ما رح نحكي عن طور معين لانه الاطوار يطول شرحها وانا ماني متمكن منها كلها مشان ما اقعد اخبص واخرب الدنيا. يعني نحن رح نحكي عن الروح العراقيه بالمواويل او الريفيه السوريه البدويه، يعني جماعه الحسكه، جماعه دير الزور، ريف حلب، منبج، بلليدي، يعني هالضيعتي. ففي كثير ناس نحن متاثرين بالطرب العراقي، يعني المطربين اللي عندنا بيغنوا عراقي اصلا، يعني تمام. فراح نشوف شو هو اللون العراقي بالمواويل، وراح احاول اعلمكم انه كيف انت تستخرج الموال، لانه حسب المطرب اللي معك انت راح يكون موالك. ما في موال بيشمل لك كل المواويل، بس في استهلالات بتجيب لك الموال. يعني بيقول لك بدي اعزف لي موال على البيات، بدنا نمول على البيات، انت بدك تدخله بالمود هو والجمهور، انه انت بدك تمول وتعزف على البيات وهو راح يغني، تمام. فانت بدك تعطيه الاستهلاله وهو يبلش بالموال حسب هو وين بده يبلش ويرتكز، انت بدك تصير تكمل. وهذا انا واعدكم فيه، بس ليجيني شي مطرب، لانه هلا بزمن الكورونا على اساس يجينا مطرب وبطل يجي. طيب دولاب البيات هذا بتبلش فيه قبل كل شيء، طبعا حسب، يعني انت حسب رغبتك، بس اذا حابب تفوت الناس بجو البيات لازم تعطيهم دولاب البيات. انا عامل له درس اسمه دولاب البيات، بس راح ارجع اعدل لكم اياه بشكل هيك مختصر. هلا بس اسمعوه الكل بيعرفوه. هذا اختصار له، في درس مفصل عنه انا منزله، تمام، اسمه دولاب البيات. هيك اوكي. طيب الموال بدي ابلش ادخل المطرب بالموال، لانه انت بدك تعزف لك اغلى شيء دقيقة واحدة، يعني قبل ما يبلش بالموال عشان الناس تفوت والسمع يتركز وين على البيات اللي راح يأديه المطرب. فاكيد فيك انت تفوت الدخلة هاي مثلا، انا ماني شايف من الكاميرا. تعطيه درجة استقرارك اللي هي البيات اللي انت مبلش فيه حسب درجته هو. طبعا انت عامل ترانسبوز مزبط معاه من الري من الصول ما لنا فيها، نحن عم نحكي انه انت دخلت الناس بالبيات. طبعا فيك تجود انت من عندك اللي بدك اياه، يعني ترجع وين تستقر تضرب بإصبعتك الثانية، يعني نحن ما قلنا هيك، عفوا، هذا شيء انت بترتجله يعني بشكل عام، بس هذا نحن عم نحكي عن الموال بشكل عام، هي هاي الطريقة. يعني بالمواويل العراقية نادرا تلاقي واحد يفوت بالجواب العالي، يعني حده للمي، وخصوصي اللي بيغنوا على هذا اللون. طبعا قديم جدا، يعني انا بسمعه لداخل حسن، هذا اللون اسمه الحياوي، لهون بيوقف بالجواب، بس بالقرار بيكمل، يعني
يعني بالقرار بيكمل بس بالجواب بيوقف تقريبا هون حسب الموال حسب الاغنيه حسب انت شو بدك. مع ايقاع فيك تشتغل كمان، فيك شغل جنوبي، فيك شغل تشوبي، فيك شغل حسب الايقاع اللي انت ماشي عليه. هذا نحن عم نحكي بشكل عام وما في موال معين. طيب نحن بدنا نشتغل على صوت انت ما انك شاطر بالقانون، تمام؟ بدنا نشتغل على صوت عادي يعني وتري او نفخي او اي شيء، يعني صوت تمام. يعني هذا هو كل الموضوع، بس انت حسب الاغنية اللي انت ماشي فيها، حسب المطرب اللي معك، حسب اللون اللي انت عم تعزف عليه، تمام؟ يعني قلت لكم الموال السوري بيختلف مثلا عن اكيد يعني عن العراقي. يعني مثلا بدك تيجي تعزف سوري انت ما بيزبط معك انه تعزف نفس هاي الطريقة، فبدك تعزف بطريقة سورية مثلا. طيب خلينا نحكي مثلا عن الموال السوري. طيب هو نفس المقام ونفس التدريجات نفس كل شيء، يعني بيض صوت طبعا. في عندنا شيء اسمه السويحلي، طبعا السويحلي اساسه عراقي فبتلاقيهم نفس الشيء، بس انا عم نحكي عن الشيء الدارج حاليا. يعني بتلاقي نفس المفاتيح نفس كل شيء بس له روحيه يا اخي غير، يعني ما بيزبط صوت قانون مثلا عندنا نحن الموال الشعبي. بيزبط بس مو كل الاحيان، دائما بنلاقي واقدين على اصوات النفخ والربابات وهي المواضيع يعني. فخلينا نجرب شغله يعني نشوف. نحن بنفوت بالجواب قد ما بدنا. تمام؟ بتلاقوا الروحية غير، يعني حتى لو حاولت أعمل أعزف السويحلي بيطلع سويحلي بتحسه سوري، يعني فيه حسب أنت شو متعود، حسب أنت أذنك شو عم تشبعها. فهذا هو عزف الموال، ما قالوا قواعد، ما قالوا شيء. وانا منزل لكم دروس تقاسيم شوفوهم، ان شاء الله تستفيدوا منهم، وان شاء الله راح ارجع انزل لكم دروس حصريا عن البيات والتقاسيم والمواويل، وراح نحاول نشوف مواويل مشهورة ان كان بسوريا ان كان بالعراق ان كان بمصر ونشتغل عليهم حتى لو كانت مواويل طربية. تمام؟ راح نحاول نجيب موال نتعلم هذا الموال. يعني المشكلة في حقوق نشر، كان شغلنا لكم موال وعزفت لكم معاه يعني الدخلات والطلعات، يعني جبنا شي موال بلا موسيقى، بس المشكلة كله في حقوق نشر عم تتسكر الفيديوهات او تتسكر القنوات كرماله، فما مستعد اخاطر بالقناة. بس رح نشوف نلاقي طريقة ان شاء الله، يا اما نجيب صوت ما له حقوق نشر او بدنا نشوف نجيب مطرب لايف يعني معانا، بس هلا بسبب الكورونا ما عم نجيب حدا. فان شاء الله تكونوا استفدتوا شيء، وهذا كان درس ما هو للتعليم، كان دردشة مجرد دردشة. تمام؟ ان شاء الله حدا بيستفيد له بشي معلومة منه. شكرا لكم.